تشهد ساحة الذكاء الاصطناعي تطورات مثيرة توحي بمستقبل مفعم بالإبداع والتنافسية. OpenAI، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والمعروفة بإطلاقها لأداة تشات جي بي تي، تستعد لإطلاق النسخة الجديدة من نموذجها تشات جي بي تي 5 في منتصف العام الجاري. هذا التطور المرتقب يعد بتحسينات جوهرية على أداة تشات جي بي تي، مما يعكس استمرار OpenAI في الابتكار وتعزيز مكانتها في الأسواق. من ناحية أخرى، تظهر موجة من التحديات تجاه هيمنة OpenAI عبر شركات تعتمد نهجاً مفتوح المصدر في توفير نماذج الذكاء الاصطناعي. تقارير غربية أشارت إلى دخول شركات في المنافسة سعياً لمواجهة الشركات الكبرى عبر جعل تقنياتها متاحة للجمهور للاستخدام وحتى التعديل بحرية، مما يدعم فكرة الابتكار المشترك والتطور السريع من خلال مطورين مستقلين. ورغم التحديات الجمة، منها التكاليف الباهظة لتدريب النماذج وضرورة الحفاظ على ولاء هؤلاء المطورين، تظل الشركات المفتوحة المصدر متفائلة بقدرتها على المنافسة. ويظهر هذا التوجه إلى النماذج الحرة في الأسواق إمكانية خلق بيئة تقنية غنية ومتنوعة تتيح للشركات استخدام وتعديل نماذج الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتها الخاصة من دون الاعتماد على الحلول التجارية باهظة الثمن. وفي ظل هذا السباق التقني، يتوقع المراقبون أن تؤدي هذه التطورات إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، معززة بذلك فرص التعاون والتنافس الذي يدفع الصناعة قدماً نحو آفاق جديدة وغير مستكشفة من قدرات الذكاء الاصطناعي.